مشهد بات متكررا في مختلف المناطق السورية، قصف ودمار وأعمدة دخان، فلا صوت بات يعلو على دوي الانفجارات ولا ملاذ بقي آمنا ليحتمي به السكان. أحدث فصول الأزمة لا يختلف كثيرا على امتداد المحافظات السورية، ففي ريف دمشق تؤكد الهيئة العامة للثورة السورية بأن الطيران المروحي جدد قصفه بالبراميل المتفجرة على أحياء دارية، بينما تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على الجبهة الشمالية للمدينة. كما قصف جيش النظام المتمركز على جبل المانع والمصنع بلدتي الثورة وعين البيضة في ريف دمشق الغربي، في حين استهدف بالصواريخ مزارع بلدتي المليحة وزبدين في الغوطة الشرقية بريف دمشق. أما في حلب فأسفرت الغارات الجوية على مدينتي عنادان وعزاز بريف حلب عن سقوط عدد من الجرحى بحسب ما أفادت الهيئة العامة للثورة. كما تواصلت الغارات الجوية على محيط منطقة الليرمون في مدينة حلب. القصف بالبراميل المتفجرة لم يستثني أحياء حماة، حيث قصف طيران نظام مدينة مورك في ريف حماة الشمالي بعدد من البراميل المتفجرة. كما أفادت شبكة سوريا مباشر باستهداف الطيران المروحي قريتي لحيايا وزور الحيصة في ريف حماة الشمالي بالبراميل المتفجرة، بالإضافة إلى استهداف مسجد في مدينة كفرزيتا بريف حماة أيضا. وفي إدلب أكدت لجان التنسيق المحلية سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء جراء إلقاء الطيران الحربي صواريخ فراغية على بلدة تلمنس، بينما شن الطيران الحربي غارة جوية على بلدتي معرة النعمان ومعر شمشه.